من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، إن من واجب المسلم في هذه الحياة أن يتقيد بشرع الله تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته، في سلمه وحربه، في يسره وعسره، في حبه وكراهيته، في كل أحواله يجب أن يتقيد بشرع الله تبارك وتعالى عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. مهما سولت لك نفسك وزينت لك هوى نفسك، فيجب مخالفة هوى النفس وتزيين الهوى إلى موافقة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، إنما يجري في كثير من بقاع العالم من التفجيرات العشوائية واستهداف المجمعات المختلطة أمر لا صلة له بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو ظن الظانون، ولو اعتقد المعتقدون، لكن الأمر الذي لا شك فيه ولا مرية أن هذه الأفعال والتصرفات الطائشة لا تمت بأدنى صلة بما جاء في كتاب الله وفي أحاديث المصطفى وعمل الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، إنما هي انحرافات بعض الطائشين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين ظنوا فأخطأوا وجهلوا فارتكبوا وتحملوا ما لم يستطيعوا أن يتحملوا. فيجب على المسلم وخاصة في مثل هذه الأزمنة
زمن الفساد والفتن، يجب عليه أن يتريث، ويجب عليه أن يتثبت، ويجب عليه ألا يقدم رجلا حتى يتأكد من صحة الموضع الذي يضعها. لأن العالم اليوم عالم ذو أشواك، اختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط فيه الحق بالباطل، اختلط فيه الشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة والحق بالباطل. في مثل هذه المواطن الملتبسة يجب على المسلم احتياطا لدينه ولآخرته، يجب عليه أن يتثبت ويتأكد ويتريث. أحبتي في الله، أقول وبكل تأكيد وبكل يقين بأن هذه التصرفات الطائشة لا صلة لها بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تحمس لها المتحمسون وتعاطف معها المتعاطفون فإن الحماس الجياش والعواطف الخالية الفارغة لا تغني من الحق شيئا مهما كثر ضجيجها وشقشقتها. فإن الحق حق وإن اعتراه سوء التعبير، وإن الباطل باطل مهما زين وزخرف يبقى باطلا. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز منع أهل الإيمان الاجتراء على الدماء المختلطة. مؤمن يكتم إيمانه في مجتمع كاف حربي، الله تبارك وتعالى يمنع من الهجوم على ذلك المجتمع الكافر الحربي، يمنع من الهجوم عليه. ليش؟ للحفاظ على دم هذا المسلم الذي يكتم إيمانه بين ظهراني المجتمع الكافر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله من يشاء في رحمته لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تمايز المؤمن والكافر عند ذلك لعذب الذين كفروا من هؤلاء، لعذبهم بأيدي الصحابة بالقتل والتشريد والتنكيل، لكن الله تبارك وتعالى أخر عنهم وأخر الهجوم على مكة لما فيها ولما في ذلك المجتمع الكافر الحربي لما فيه من بعض أهل الإيمان الذين كانوا يكتمون إيمانهم حفاظا على دماء هؤلاء. الله تبارك وتعالى منع النبي والصحابة من الهجوم على أهل مكة، فهذا دليل واضح. ولهذا قال الإمام
أبو عبد الله بن المناصف بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في مسألة الهجوم أو رمي المجانيق المهلكة على بعض الحصون التي تشتمل على كفار وذريتهم ونسائهم وبعض أسار المسلمين، هل يجوز الرمي وهل يجوز الهجوم وهل يجوز قذف المجانيق على مثل هذه الحصون؟ أورد أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك قال: والأظهر والأتم حجة من هذا كله قول الله تبارك وتعالى في شأن تأخير القتال عن أهل مكة عام الحديبية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية، قال: فهذا نص في وجوب التوقي، نص في وجوب التوقي عن دماء المسلمين في مثل الأماكن المختلطة. إذن الهجوم على مثل هذه الأماكن، حتى ولو كان المهاجم مسلما، حتى ولو كان جهاده صحيحا، فإن هذا لا يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أيها الأحبة، المرء أو الشخص إذا أعطي تأشيرة دخول في بلد ما، أو أتيحت له رخصة الإقامة، فإن هذا العقد الذي جرى بينه وبين النظام وبين السلطة التي منحته هذه التأشيرة ورخصة الدخول ورخصة الإقامة، تكييف العقد بينهما هو عقد معاهدة وأمان. فمن دخل بلدا ما بتأشيرة دخول فقد عقد مع هذا البلد ومع أهله عقد أمان وعهد. هذا ما عليه جماعة العلماء المعاصرين، بل كان العقد عقد الأمان وعهد الأمان، كان يثبت في عهد الصحابة بأدنى من ذلك بكثير. ولهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما: إشارة الأمان أمان، مجرد الإشارة، يعني بينك وبين كافر حربي قتال، ثم أعطيته إشارة خفية بأنك تؤمنه فاطمأن إلى إشارتك، فقد أمنته وأعطيته العهد، ولا يجوز لك أن تنقض عهده وتقتله، مجرد إشارة بسيطة. ولهذا أفتى العلماء بأن الأمان والعقود والعهود بين الناس مرجعها العرف، وذلك في كل لفظ ورد في الكتاب والسنة، ولم يرد له حد لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، فمرجعه عرف الناس. ولهذا يعتبر العرف المتعارف اليوم بين الدول وبين المجتمعات أن التأشيرة ورخصة الإقامة عبارة عن عقد وعهد أمان. هذا الذي عليه علماء المسلمين اليوم. طيب، بعد تقرير هذه القاعدة، يدخل داخل لبلد ما
بتأشيرة بإذن من الحكومة والسلطة فيدخل، ثم يستظل بظل أمن هذه الدولة، يتمتع، يسكن، يتعلم، يأكل، يشرب، ثم يغدر، ثم يغتالهم، ثم يفاجئهم ويفجرهم، ثم يستبيح دماءهم. أليس هذا هو الغادر؟ أليس هذا هو الخائن؟ أليس هذا هو الذي غدر العهد وخفر العهد بينه وبين الناس؟ كيف يمكن أن نبرر تصرفاته الخارجة عن الشريعة وهو خائن وهو قد خفر العهد؟ كيف؟ لا يمكن. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. تتعاقد مع قوم وتتعاهد معهم على السلم والأمان، ثم بعد ذلك تهاجمهم وتستبيح دماءهم وتفجر الأماكن الحيوية لهم من غير أن تتبرأ من أمانهم. إن هذه هي الخيانة حقا ولا شك في ذلك. فكيف الحال بمن خان غيره؟ حتى ولو كان هذا الذي قد خانه كافرا من الكفار، حتى ولو كان حربيا يقاتل مع بعض المسلمين، كيف يكون الحال؟ يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، ولو كان المقتول كافرا. والحديث في مسند أحمد من حديث عمرو بن حيوة الخزاعي، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: من قتل معاهدا في غير كنهه، أي في غير وقته وحله، حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حرم الله عليه الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ثم بعد ذلك، بعد كل هذه النصوص مع هذه المخالفات البينة الواضحة، نتحمس، نعم، وتحملنا العاطفة، العواطف الهياجة، وإذا نحن نبرر ما لا يجوز أن يبرر، ما لا يجوز أن يبرر. المسلم مهما كانت ظروفه يجب أن يحافظ على عهده مع الغير. هذا دين الله، هذا دين محمد يا جماعة الخير، ليس من كيسي ولا من كيس فلان من الناس، وإنما من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والتابعين. نعم أيها الأحبة في الله، دين الإسلام يقاتل إذا كان يقاتل بضوابط، نعم، بأخلاق، بقواعد، نعم، إذا كان في سلم هو في سلم، إذا كان في عهد هو في عهد، لكن لا يخلط بين الأمور ولا يخون الناس في العهود والعقود. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعقود. نعم، إذا كنت لا يرضيك هذا العقد
وهذا العهد بينك وبين هذا النظام، بينك وبين هذا المجتمع، فلتتبرأ منهم ولترمي لهم مستنداتهم، ولتتبرأ من تأشيراتهم ورخصة الدخول والإقامة، ثم لتذهب حيث شئت، ثم بعد ذلك افعل ما تشاء. أما أن تخون الناس تحت مظلة العقود والعهود فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا. قلنا: ما نريده، لا نريده. فقالوا: ما نريده، لا نريد إلا المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتلن معه، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم. أخذوا هذا العهد. قال: ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم. قال لحذيفة وأبيه حسين: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رسول الله متوجه إلى بدر لقتال قريش على قلة من المقاتلين، ومع ذلك يأتيه حذيفة وأبوه حصين وهما قد تعاهدا مع قريش على ألا يقاتلا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيخبران النبي الخبر: يا رسول الله، هذا الذي حصل، هل نقاتل معك وننقض عهدهم أم نفي لهم بالعهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: انصرفا، ارجعا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لاحظ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على العهود، يحافظ على العهود، وكيف اليوم أصبحت هذه المبادئ العظيمة في هذا الدين العظيم أصبحت مستباحة ويجترئ عليها كل أحد، ومن قال إن هذا دين الله يتهم، من قال إن هذا دين الله فحافظوا دين الله يتهم، ويقال إنه ظاهر المشركين على المسلمين ويتهم بالعمالة، ويتهم بأنه مستخدم من قبل المخابرات، ويستخدم ويستعمل له أفحش العبارات، بل يستباح دمه بمجرد أن قال إن هذه التصرفات لا تجوز في شرع الله، تستباح دمه ويقتل ويهدر. ليش؟ لأن أنكر فعلا شنيعا منكرا في دين الله. يا جماعة الخير، إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحاورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينازعون معه الكلام ويراجعون، بل أحيانا قد يأتيه منافق أو رجل سوء فيقول في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يليق ولا يناسب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتله
ولا يستبيح دمه. بل إذا أراد أحد الصحابة أن يقتله يقول لا لا، ليش؟ لعله يصلي. هذا رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير هذه الأمة بعد نبيها، وأعلم هذه الأمة بعد نبيها، وأفقه الأمة بعد نبيها على الإطلاق، يجتهد بعض الاجتهادات فينكر عليه بعض الصحابة، بل يرد عليه بعض الصحابة فلا يستبيح دماءهم. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجتهد بعض الاجتهادات فيرد عليه بعض الصحابة فلا يستميح الاعتداء عليهم. فمن أين جاءت هذه الفكرة؟ كل من يرد علي أو يعارضني في تصرفاتي فهو حلال الدم، من أين جاءت؟ إن هذا من الغرائب. من أعطاكم هذه القداسة؟ من أعطاكم هذه العصمة حتى تستبيحوا الدماء بمجرد المعارضة وتتهم الناس بتكيل لهم سائر التهم بمجرد أن قالوا إن هذا خطأ ولا صلة له بدين الله؟ إن هذا من عجائب الدهر وغرائب الزمن أيها الأحبة في الله. أحبتي في الله، هذه التصرفات مفاسدها أكثر من مصالحها. لو افترضنا أن فيها مصالح، فمفاسدها أعظم وأعظم المفاسد التي ترجع للإسلام وأهله، المفاسد التي ترجع للأنفس المعصومة، ترجع للأموال، ترجع لبلاد المسلمين، ترجع لأسواقهم، ترجع لأبنائهم وبناتهم، ترجع لبيوتهم. المفاسد التي تعم، التي تترتب على مثل هذه التصرفات، مفاسد لا تحصى ولا تعد. وشرع الله تبارك وتعالى القاعدة الأساسية هي كل شيء وكل تصرف غلب شره على خيره، مفسدته على مصلحته، فإنه محرم في شرع الله تبارك وتعالى. إن من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان يعلم صحابته وأمته صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم وعند الصباح والمساء، كان يعلمهم أن يقولوا صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أن أقترف على نفسي سوءا، مما يستعاذ بالله تبارك وتعالى أن تجر المصائب وتجر الآثام وتجر الآفات إلى المسلمين، وخاصة إذا كانوا أقلية في مجتمع كافر أكثر منهم، تتعرض مصالحهم للإفساد، تتعرض مصالحهم للتخريب. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أحبتي في الله، على المسلم أن يعقل هواه ويقيدها بقيد الشرع. إن مما يجب ملاحظته أيها الأحبة في الله، أن المسلم الذي يعيش في بلاد يحكمها الكفار وعنده جنسية ذلك البلد، وهو مواطن من مواطني ذلك البلد، يعيش مع هذا المجتمع على عقد الأمان والعهد، حتى لو افترضنا أن تلك السلطة وتلك الحكومة تحارب
أو بينها وبين فئة مسلمة قتال شرعي، جهاد شرعي، مش فساد وتخريب. حتى لو افترضنا أن بين هذه بين تلك السلطات التي تعيش تحتها وأنت مواطن من مواطنيها، بينها وبين فئة أو مجتمع أو دولة مسلمة حرب ما، فلا يجوز لك أن تنقض عهدها إلا إذا نبذت إليهم العهد. لا يجوز لك أن تنصر المسلمين عليهم حتى تتبرأ من عهدهم وتخرج من عهدتهم، بعد ذلك يجوز لك أن تنصر هؤلاء المسلمين. أما قبل ذلك فالمحافظة على العهد وعلى العقد مقدم على نصر المسلم على الكافر الذي يقاتله. ليس من هوى وليس من كيس فلان وفلان، بل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن استغرب المستغرب منكم فإن المستغرب يستغرب لجهل لا لعلم ولهوى نفس. ولو راجعتم الكتب وراجعتم الأحاديث وفهمتم الكتاب وتفسيره لأصبح ذلك الأمر ظاهرا كل الظهور. يقول الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نص من آية. إن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا، مسلمون يقاتلهم كفار، إن استنصروكم على هؤلاء الكفار فانصروهم إلا إذا كان بينكم وبين هؤلاء الكفار عقد وعهد أمان، عند ذلك لا يجوز لكم أن تنصروهم على هؤلاء الكفار. حديث حذيفة الذي قرأناه قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة وأبيه حصيل: انصرفا محافظة على العهد. والنبي يقاتل قريشا، وبين حذيفة وأبيه وبين قريش عهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم محافظة العهد على نصره على كفار قريش. خذوا مثالا آخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية جاء إلى المدينة أبو بصير، انفلت من كفار قريش وأتى المدينة، وأرسل وراءه قريش رجلان، وطلبت قريش إرجاع أبي بصير وفاء للعهد وللعقد الذي حصل بين النبي وبينهم في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم سلم أبا بصير إلى الرجلين في منتصف الطريق، قتل أحدهما بحيلة وفر الآخر وأتى المدينة، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ففهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسلمه مرة أخرى، ففر ودخل سيف البحر فقاتل قريشا. فما من أحد من ضعفاء المسلمين ومستضعفيهم يفر من قريش إلا يأوي إلى أبي بصير، حتى تكونت لديه عصابة طائفة تعترض على قوافل قريش يقاتلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم على عهد مع قريش ويحافظ على العهد، وفئة من المسلمين بقيادة أبي بصير تقاتل قريش، ماذا تقولون يا جماعة؟ أليس هذا مما يقوله العلماء ويصطلحون عليه بتجزؤ العهد؟ إن العهد يتجزأ، قد يكون كافر مع عهد مع مسلم ومع حرب مع مسلم آخر، هذا هو المعني بقول العلماء إن العهد يتجزأ. فإذا كنت في عهد مع جهة كافرة
لا يجوز لك أن تظاهر عليهم إلا إذا تبرأت من عهدهم ونبذت إليهم على سواء، وإلا تكون خائنا بنص كتاب الله وبدلالة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإجماع علماء هذه الأمة. دع عنك القيل والقال، دع عنك الحماس والعاطفة، فإن العواطف عواصف إن لم تقيد بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يدعو. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، روح مسلم كأه حلو بهيح وواجب كأه حالتك الصين والدين تيسا إلى عليه هدو علي سين يهدو فرح سين هدو دقال سين يهدو نبت كتش هدي عدل الظلميو إيه هدي أن لا ظلمين حالته صرنا إنه سنشرع على ربي كبح تبارك وتعالى حيال ربي كان وحول وردتك مؤمنين توه إلهي يا رسول كيس هرتودا هكلا هرمرين هذا الإيا فعل تون السوق إيا وحي لغو حكم قادو هكوكو خرارات عليس يقب هكوكو نغط ملا مركة حل الروح مسلم قال له هو حناقسين هيو وآر جدنا ياو حدود حقا ملها وحو دانو سمين كره لا حيابها كدعي يا أدونك ما أبدا ما يشن كدعي قرح يدا يو ديقان أولاسكا تشيريو meelaha caamka targetka laga dhiganayo waa arin u baahan ruuxa muslimka ah inuu ogaado sharcan ma jihad ba oo markaa wuxuu ka mudan yahay inaa taageerto mise waa takhriib iyo kharibid oo markaa kaaga baahan inaad iska fogeyso arinta markaad ka jawaabayso ama doonaysa inaad ogaato hawadaadii saad jeceshahay uu noqonin yaana dad badan oo ما أنت شوقي تقريبا وحى أيجا أكتر مقرر كا أي كقنع سيهين بكلام مهم سن هذا بقول آية ضد أكنت أما بقول حديث أكنت واحد ضن طبعا دقو آخره قنع حديث مال بيوت الله كاسنا وحويان وقل يا رب يري تبارك وتعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا واحد ضن آخر لكن روح مسلم كا وحل الدنيا إنه حق أود بعسين وحي هذو بارن كرنا إنه بارده هديك لا تينو أدلة القرآن كأي الصنّة إيو مسألة أنت ولا النقضة عدة وسلية مركا وحبيك أجا فايدين كرتا وحي وغش شجعنا إنه كوكان على الدنيا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بعدو إنك مركا نوع عاس حريد للما الله لها إله الدين كيس تبارك وتعالى نبي محمد دين تي لغو سو دجي تو كلو ميل كو قرسون انغو ما نقانو لكن هدو يا كتاب كان انه هري الله اي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم سنن كي صحاح يا مسانيد كو قران اي عمل كي صحابه يا سلف كي كتبتو اي قران كتب الاثار هدي هلكا شريعه لغا راديو انت ان غرانينا اي وح ويان وحرير لما لها دين تي نبي محمد لغو سو دجي صلوات ربي وسلامه عليه way garam marsantahay hadaa adigu u xamaasaysantahay mas'ala kale way hadaa adigu jecesho hawadaadu raacdo mas'ala kale way laakiin midan doonayo inaan ku taakiidiyo waxay tahay haba yaraatee shariicadii nabi maxamed sida ma qabto la kitaab wala sunna
دور قضب بان دونيا وقتي قمصا بحي إن دول مرو وارنتا تلمامي وامدك بحي قرآن كريم كاربيان تبارك وتعالى وحنوغ تلمامي حدي مسلمين إيا قالا اسكو دحشران قالا دا سينا قالا دا قال كودو إنو نايحي أيه وحربيين لكن أهل الإيمان وحاجر أن لقرن إنو كود إحقرصون الله تبارك وتعالى وادي ذي قال ذا إن لويرره بل قالوا دان موضاح وقال ذي حرم كهيس تيبا وقال ذي نبي محمد كسار تيب مكا إكئر ذي وقال ذي نبي محمد لده قال لنتي صلوات ربه وسلام عليه وقال ذي أدي ذي إساقو عمره سن إنو بيت كعقوتك عمره ديس كوي نوعها بربي وحوليه هاي هذين كود حشري لهين رج يضمر أيضا جرنين ومؤمنين وإيمان كود قرصني مستضعفين هذين كواس كود حشري لهين وإذا كوف الصحي لهين دجال كود وأنا عذاب لهين بربي تبارك وتعالى محل جودة يعني إن تلا إذا كوف الصحة بعد جراء إلى هيدن أو لين لهيدن أو قبصل لهيدن لكن محل يدين علي النقطة oo dagaalka ha qaadinay kalaabta maxaa loo laabanaya muslimkaasi gaalka xarbiga ku dhex jiray qarsoon ayaa dhigiisa la ilaalinaya billahi aleikum u fiirsada sida dhiga muslimku ilaahay agtiisa ugu weeyay wax walbana kala weeyay iyo sida maanta loo fududaystay sidaas daraadeed meelaha muslimiintu hatta haduu jihad ku sharciye عدة الله دجال لما يصنع أي تهجال كي الله دجال لوجود دجال كي سكوف صحيح حتى في هذه الحالة ما بنانا مالها نوع سكروا مسلمين تدي جود كدة عدن كران أودت كروا فربضن أبريون أندم بلا حين أي كدة عدن كران ما بنانا إن أدويرت بنص الآية سيدس دردت فلكو وفل أن دين تحرير الله حين قضب كلمات علماء المسلمين ته قالوا ذو النوعيو قال حرب بالي ده دجال بان قال دحيه سقونا ماشون نجهله نبت بعدين ماي أنا جانا ماشان كهله نبت بعدين مين نوعنا وحلي ده ذم بالي ده يو دولة الإسلام كوكوه سنولي هاي والرعيد دو كمديه قال لو حلي هذا معاهد بالي هذا السجية الدولة دي سي الدولة مسلم كابا وحكت حياة حبت شوتشين إيه النبض كوا النوران شو منا مستأمن بالي هذا يو دولة مسلم كا السجى إيو دولة دي سا أما السجى إيه قال هذا وحكت حمرى بلن أه إن ليس نبض قريه الله وضع النور هذا قال كديكي سبناي هوا كوجه ريو كريو حربيه intan kala odhan dhigoodu ma banaana dhimmiga mu'ahadka iyo mustaqmanka su'aashu waxa tahay marka inaad ahdi ku jirto ballan ku jirto ballantaana aadan uga bixi karin cidda aad kula jirto maxaa lagu garanaya culimada muslimiinta kutubta fiqiga marka ku noqotaan bal aasaartii saxaabada marka lagu noqdo waxa soo baxay oo tilmaamaya gaalka aad la dagaalamaysay dagaalku kaala dhaxeeyo wax yar oo tilmaan ama ishaara af ama adin ah oo uu ka fahmi karo inaad nabadgelyo siinayso haduu arko tiina uu aamino sidaana kuugu yimaado ammaan buu leeyahay ma dili kartid dhiiggiisana ma daadin kartid wax yar oo uu ka fahmayba xataa culimada qaarkood waxay leeyihin adoo dagaal idinka dhexeeya haddaad farta cirka u taagtood saa dhahdo isagina aad saar dhahdo waa ammaan baad siisay bimacnaa waxa weeye cahdi iyo ballan maan ku siiyey waa intaa hadduu fahmo oo isu soo kaa dhiibo ballan buu ku jiraa ma dili kartid bal wax yar wax intaa xataa ka sii yar baa cahdiga iyo ballantu ku sugnaanaysa culimmada mucaasiriinta maanta nool waxay leeyihiin fiisooyinka dowladaha laga qaato iyo iqaamadaha lagu deganaado wadamadooda iyo inaad ka mid tahay muwaadin wadanka xaq kula dukumentigiisa haystay waxay ka mid tahay bal kaba culus tahay kuwii hore ee cahdiga iyo ballanka
كتوسي جيري بي كعلوستح ساس دراديد وابلن اي عهدي آلقش مركي سفارد في زادة كصوص سينيس هدين لغوغي هاينا دوردن كاديبو جي سينيس اللغو ما سينيو حقيقة جرتوه محل لغوغو سينيو وحال لغوغو سينيو ودن كاينا تكتو كدن اي ستو انتا تشوكتن اللغان نبتقلو سيداسا في زادة الاسكوسية اقامة الاسكوسية ساس دراديد وعهدي يبلوي نكي مركا ودن كوغالا في زادة كوغالا اما اقامة كولي اما كمد أبد دتك الرعية دي سا كمد أساق أو مقعا هوان أو مرضا هوان أو أمنيقا كوخو سنول أو إيقا أموتشينا ينو بلانتي إلالينا يو هادانا ينو كوخياماي أو ويرارو أو ديلو أو اللايو أو قرحيو دين تا إسلام كمد ما بلوا عهدي يبلان لتشبيه يوي نبي جانونا وحوي لصلوات ربي وسلام عليه عدي روح دي جيزة أمانسية كدي ابن الدلة أنا وبري بانكاه حتى كل الدلة يقال بها أحاضر وحكى له النبي قال له صلى الله عليه وسلم عدوا بلن كل شراء قال الروحي دلة شنض عرفت هذا هلي مايو عدي روح بلن وكل شراء قال الدلة استجو بلن تي كشرة وقتي جيسي يحلقوا حلاشة أهانا أيسن أهين إلهي جنّد وكحرمي طيب فلن بات كجرتها عهدي بات كجرتها قانو كودي النظام كودي بات هو انت أمني كودي بات كهو سنوشة وحلق يابا إني عروري كودك انت وحلق يابا إناد قناعسي كوهيسط وحلق يابا أمان كاسي عدي كدلمين إيسا إناد محاكم تودي النظام يضو إيسا قعليش ووكو حماية يوكو إلاليو انتا صوبن انتا قدتو ba waxa doonaysa hadana in lagu yiraahdo ka hoos tuso waxaad gaarsiin karta gaarsii shariicada weey shariicadaas waa shariicadii duurka ma aha shariicadii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ma aha shariicadii nabi maxamed laba mid ba kufran allah tabaaraka wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu ku leeyahay hadaad ahdi iyo ballan aad dadku la jirtay ka baqdo inay kugu khayaama خيانتوده خيانها كجا جوابين بلنتوده او تور سي اد اديق ييغو سيمنتين دوكومنتيكا سي جنسيتوده سي فيزادوده كبح اقامتوده كبح بنانكا اسديق ماركا كدي واحد سمينيس اداي كو تالا لكن توغيسي شرعو متقان توغيسي شرعو متقان منع جهات شرعيه شريعه النبي محمد نبي لوغا هلي ما صلوات ربي وسلامه عليه حاكلوا صدحي بعدين كانوا عن ميزان كشرع هذا مركز الله صاروا شركة كطلنا يا بغل جور كبدا هدي وفائدة كتير توحي كينيا وهدي ومسلمين تقول كدجن يا غير كون محيط لباتو جيسانيس ومحاط دمر كوضا لوج جيسانية ومحاط اللي يرضي حبس ذا الجلين هيا وقار حنيها لقى جراعيا والله لينيا ومحاط سوق يدودي للجوبية oo maxaa sharaftoodii aaraadoodii lagu tumanaya oo maxaa muxuu ahay diintoodii iyo muqaddasaadkoodii la weeraraya oo maxaa sumcadii islaamka iyo diintii islaamka dhibaato soo gaareysa oo imisan masaa'ib iyo mirahun ka guranayna xad iyo xisaab ma laha shariicadeenuna waxay qabtaa shayga sidiisaba hadii sharki iyo mafsadada ku jiraay ay mafsadadu badan tahay waa xaram wuxuu doonayaa hanu sidaas daraadeed walaalayaa هوينا نقول إن شرعنا نقول سانجعلنا هنا واسي دينتنا نواسي نفتاد صير ربنا واسي دينت ربنا واسي هذا معناه تهي سيد الضدك كأن دعور ينقار كم إذا ضلك أول قالوا قالك شيئا كجسارة إنا وردلك جسارة ميسان هنا يسيدكتو ويكسي بضتو ويسوق قيشة مويه dalkaga saari mees habeenki xalay u tagay Uganda hadda ka hor aad qarxisay todobaad inay dhawr ruux baad ku dishay waxa tii waxaan rabaa inay dalka iga baxaan ma baxeen misaciida ma hor lay keenay haddana waa sidii riwaayadaasi marka riwaayad loo baahan yahay way inaysan khaldin nin isagii ba wax gubahay oo wax halaynaya
فوحو اسكدقيا إنما نحن مصلحون هريبا إنما نحن مصلحون أي أبضنيت لكن إلى ما أنت إنه فهم وإنه إنما نحن مصلحون سحما إفسادك دين إسلام قبط دل مركا دقنتهن وصيدنا وكالأود دقنتهن وحواجب أه إن العهدك إلى لسان بل أنت تكترتان إلى لسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم كأه ربي جان تبارك وتعالى وحكوت المامي هدي أي ضد مسلمين وقال أي سهيان إذن يدانو إلهان قال أي نوه إليه قال أي نوه إليه قال أي نوه إليه إذن ليه بلاني إذن كتحيس هاوغه إلينا والمسلمين يقال إسلينيس سو إنا قال مسلم كالله صفتما قال كان هدي بلاني قال أحيسو بلانتا مهم سن إنا إلاليسو نبي جاءنا صلوات ربي وسلام عليه حذيفة من اليمن يا أبيه يا الصعدة أيقوي من النبي صلى الله عليه وسلم مركي صوب بحين والنبي صلى الله عليه وسلم دجال كي بدر يهربان كي قيب قلان أي قريش دحرة كقبط مركي سوحي هذا محمد بعض الصعدة ومحمد ما صعدنا مقالة المدينة نصعدنا ما محمد بعض الصعدة بلن إلهي قلا إن يد مدينة هذا إنسان ومحمد إذا قرب استعين دجال كنا لسه قليل بلن تيبي قلين النبي يقوي ما دين صلى الله عليه وسلم واحد رسول الله يود دحرة أنا لقبطي بلن تاسانا قلاي دغالك ما كولا غلا مسو اسكن نكونا و خو نبي صلى الله عليه وسلم اسك لابت ما دام بلن اد غشين ايدن يغرب استاغينين بلنتي الىليو كا اسك نوقدا عهدي غودنا واو الىلينينا الىهينا والا كاشنين نبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقي او غلى هشيسكي قريش سنتكي لحاد الحديبيه هشيسكا وحا كميدها هدي عدون ريم مكة أو قريش كم بذا أي صوتك تو من مدينة النبي جو بتي ما ده إني دب عليه نين أبو بصير لي رضا يسوع الصعدة مجال هذا مدينة يوت قريش لو أني بيك صوت وترت محمد وبلنتني الذي إلى لي النص علي نكاس وعلي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير لو بدي نمرك اللورد يبغى رحلة أي سي وضع أيو حيل هذا يستي نبض سيفتي كقاتي وود دلي كي كلو عرر مدينة كسو عرري أو نحسن أو أرجع حسن النبي جو كعرر صلى الله عليه وسلم oo basir nabi go'yo rasuul ilaahay balantaade adiga waad gudatay iidaagu aan qorta ka gooyay adab la waan nabi gu sallallahu alayhi wasallam waa ka qabtay kadibna nabi gu kelimu yiri kelimadii buu abu basir wuxuu ka fahmay mar labaad hadii la soo raadiyo inuu nabi gu dhiibi doono balantii buu ilaalinayaa abu basir marka waa baxay bad xeebteeda siful bahri buu galay halkaasuu salka dhigtay مسلمين تي مستضعفين تا هاي مكة جوغي مدينة ما سو آدي كرانا والا ديبي أبو بصير با مركز صلديق وسمي ماشي بي سوكو تاكي عيدا كوحون سهلانين با ماشي بكو سميس قريش بي چيتك او قلين سفر تيدا سهي ديدا نكتاي كزاري قريش وا وررت وا كوحي ربومان اي سو ميلو وسو هاي ملح مركز سي النبي قاريين الهان كو قارين اي النصب كي يبلاشادا اي نغا دحيسي نغا قبا بيدين كواس هذا سوء حريصنا تبدأ بوسو الراتن من شدد وحوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه بلنتي قريش بو إلى لنا يا قريشنا يا إلا دجال ما يسا كوح مسلمين دجال ما يا أسبونا بلن بو كل شيء رأيوا بلنتي بو إلى لنا يا مسألة سوى مسألة الفقهاء دو يدهنان بلنتو ويقيب سنتا يا عهدجو أو مسلم كهدي مجتمع مسلم أو دولة أما مجتمع قالا علية لازم ما هي المسلمين تردن أي لو دعوا لبنا أما دعال كأي قلا عدي بلن كل شرطه مسلمين أه وين بلنت إلى ليس هذا إن بلنت إلى لين ينودون إس إن أوه ليس مركا وين بلنت تورته سعة إن أو تورته بلنت مركا يكب حدا نكدي ماشي يدون تأدي كرتا أما هذا بلنت يكون شر مايا كل ذلك وحي كتوس إس إن إن شرع هذا إنه أقول إن تصرفات كنوع عنو كلا نبيجينا صلوات ربي وسلام عليه وحياله إلهي كم من قلت شر وح كم ذا إنه دبات أسوأ شيء ضد مسلمين إمسا دبات الله يسوسوا شيء ذي إمسا مصائب كذلك ليس سيداس درادة دولة ليال وحن دلنا هاي وحن نوع عصو كلا أنك أوحى ما سيصنع ونعقل جاك كنه نينك كلاون الشريعة ما قبته فإذا كاجت الله ما يس وحن إنه وجه إيمان ما يان إن دبات إن سوق قدم مويه إن لسكفوا جي أي واجب شرعية إن لا إنكرنا واجب شرعية هذه لسكود ليه يهدي لقول نولانا يه
يهدي لسكو عايو يهدي لسكو افلاجاديني ميد بس إليا بدم اد ان وليا ويل يرى الله صو خلدي او فعل كفليو شنرات سنه يهد ومهريني وحاسانيك إليا بدم نينكا ميشن شوغي كوسو عراري اقول كاس هل حري للي هي كاسو عراري اي ميشن وسو عراري ورم هذا وسو عرت المي كان صدق كان عسق وياه له هولها كوتها ورم هذا صعرت وجهات كوقتهم علشان يمشي فتنة كشرتون نبدي كم شرتون لقمة نبت كليه تناط كوسو عرت محوس الراسية أمان بنو الراس أمان كي نينكي جوينا يينا جرب بعضو توات كفر أحسنت أديكينا وات كوسو عرت يو وات تكسنا يساي هوستات كجشرتا وحيلمي تهاي سيدي نين قرحة يضب انتو كسو عرري geed weyn oo hoos hoostiisa soo galay kadibna mid geedkii jarahaya u qoslahay oo gacmaha u saraaca u garaacay war heedha hooska waad ku soo carartay midka goynaya ha goynin ma dahad hadii kale maxaa ugu soo carartay waa wax ajeeb oo la yaab la waa isliibu taagan yahay waa mujaahid afku abuurka ka siidaynaya war heedha intana jirtaa ama isqarxi ama kacta waatan لكن ماذا تشوفت المها جبت كهي ستا واتصو عررتي لغو مكرا نقل لغو كريمايو انتين واحد دون إذا إلا بربريو لكشبيو واتشد بيسانتا واتحماسي سانتا أما شرعي إي عقلي إي حكمت من نفيرين تناقض كان نرش هذا كريا اسكهر إيمان اسجبين إيسا روح نوع عصو كلا أمركا أمد أرينتا دا لما ويديو أساقي إيبان تلاحيني أو نلوش يسيبا إسبورين إيسا أو نقن كيسيا فعل كيسا إسبورين إيا لفتي سكريو كنوع عصو كلا أمريكا وما بهنا عقلي إيه حكمة إن لجرادي إيه علمي تونا دين إن لويدي ورك هذا إسكداي صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين